وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد قال الله تعالى في سوره ال عمران وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ هَذِهِ الْآيَاتُ الْعَظِيمَةُ فِيهَا أَمْرٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَدَعْوَةٌ مِنْهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِلَى السَّعْيِ وَإِلَى الْمُسَارَعَةِ وَإِلَى الِاجْتِهَادِ وَإِلَى الْقِيَامِ بهذه الصفات التي من اتصف بها نال فضيلتين عظيمتين الاولى مغفره الذنوب والثانيه دخول الجنه وكذلك من الفضائل التي ينالها انه يصير محبوبا عند الله تعالى ولذلك قال والله يحب المحسنين وقال اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومدحهم فقال ونعم اجر العاملين وسارعوا الى مغفره من ربكم الى اسباب المغفره فان الله يغفر الذنوب وجنه عرضها السماوات والارض واذا كان هذا الكلام في العرض فكيف بالطول وان كان بعض اهل العلم كابن كثير رحمه الله تعالى قال طولها كعرضها طولها كعرضها واعظم هذه الجنان جنة الفردوس وهناك جنان اخرى كجنات عدن والخلد والمأوى والنعيم الى غير ذلك واعلى درجات الجنه الفردوس ولذلك اذا سال العبد ربه فانه يساله الفردوس الاعلى فانها كما جاء في الحديث وسط الجنه واعلى الجنه ومنها تفجر انهار الجنه وسقفُها عرش الرحمن سبحانه وتعالى فيها من الاكرام ما فيها وفيها من النعيم والملذَّات ما فيها يتنعمون برؤيه الانبياء والرسل الرسل و اهل الخير ويتنعَّمون بالحور العين وما ذكر الله تعالى من اوصافهن ومن صفاتهن حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن نعيم الجنه الأنهار مثل الجنه التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وكما جاء في صحيح البخاري وهذا في اقل اهل الجنة نعيما وفي اخر اهل الجنة دخولا الجنة فكيف باهل الفردوس الاعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة في صحيح البخاري باب فضل السجود قالوا يا رسول الله هل هل نرى ربنا يوم القيامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تمارون في رؤية القمر ليس دونه حجاب ليس دونه سحاب أي ليلة البدر قالوا لا ثم ذكر رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى كما قال الله جل وعلا في القرآن للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الزيادة النظر إلى وجه الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة كما جاء في حديث صهيب رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون: الم تبيض وجوهنا؟ الم تدخلنا الجنه وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الحديث الذي في البخاري قال: واخر اهل النار دخولا الجنه اي اخر اهل الجنه دخولا الجنه بعد ان دخل النار. يخرج من النار وهؤلاء تصيبهم النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد امتحشوا حتى تغيرت الوانهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتاكل النار اجسادهم كما في البخاري الا مواضع السجود فانها محرمه على نار جهنم قال فيخرج من النار وهو على الصراط والانبياء والرسل كما في صحيح مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصراط اي في اخره يقول اللهم سلم سلم كلما صعد رجل من امتي فيصعد هذا الرجل وتصيبه من النار ما تصيبه فيقول اي ربي قد قشبني حرها وآذاني ذكاؤها اللهم نجني منها فيقول يا ابن آدم هل تسألني غير ذلك فيقول لا وعزتك وجلالك إلا أن أنجو منها قال فينجيه الله تعالى فيجوز الصراط فإذا خرج من الصراط ورأى الجنة مكث ما شاء الله أن يمكث ثم لم يصبر فقال رب قربني من الجنة فقال يا ابن آدم ألم تأخذ المواثيق والعهود أن لا تسألني غير ذلك فقال رب لا تجعلني من أشقى خلقك قال فيقربه إلى الجنة حتى يقربه إلى بابها فيرى نعيم الجنة ويرى زهرتها ويرَى أهل الجنة وهم يتقلبون في الجنة، فيمكُثُ ما شاء الله أن يمكُثُ، فيقول ربِّ أدخِلني الجنة فيقول ويحَكَ يا ابن آدم، ما أغدَرك؟ ألم تأخُذ المواثيقَ والعُهودَ ألا تسألني غير ذلك؟ فيقول ربِّ أدخِلني الجنة فيضحكُ الله عز وجل وهذا في اثبات صفه الضحك كما في صحيح البخاري فيضحك الله عز وجل فيدخله الله الجنه فيقال له تمنى فيتمنى قال البخاري في صحيحه وقد نقل احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيذكره الله ما نسي في الدنيا من الاماني التي كان يريدها يذكره الله تعالى فيتمنى ويتمنى فيقال هذا لك ومثله معه راوي هذا الحديث ابو هريره روى هذا الحديث وسمعه ابو سعيد الخدري رضي الله عنهما وقد كان ابو سعيد سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا هريره ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم ولك عشرة أمثاله فقال أبو هريرة ما سمعته فقال أبو سعيد بل أنا سمعته يتنعمون ويتقلبون في نعيم الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولذلك المؤمن المؤمن العاقل اليقظ الموفق يعيش في الدنيا لا من اجل جمع المال ولا من اجل السلطه ولا من اجل العز ولا من اجل الذريه ولا من اجل المباني ولا من اجل راحه النفوس في الدنيا وإنما يعيش ليرضى الله عنه وليدخله جنته يوم يلقاه وهذا همه الاعظم ومن كان هذا همه فليبشر وليسع في طاعة مر... في صاع... في طاعة ربه وفي مرضاته ومن لم يكن كذلك فليراجع نفسه وليحاسبها وليندم وليتب قبل فوات الاوان وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض واذا رأيت ثم رأيت اي هناك نعيما وملكا كبيرا يتراءون الغرف من فوقهم يتقابلون ويتسامرون لا يؤثم بعضهم بعضا لا يسمعون فيها اللغو ليس فيها احزان ولا الام ولا امراض ولا اتعاب ولا نصب ولا وصب قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا وان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا وان لكم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا ولذلك كان الصحابة كانوا حريصين على دخول الجنة وكانوا زاهدين في الدنيا اقبل انس ابن النضر رضي الله عنه وهو عم انس بن مالك بن النضر اقبل يوم احد وقد فر من فر ثم تاب الله عليهم فقال يا قوم ما هذا؟ قالوا سمعنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل وقد اشيع هذا كذب كذبا فقال اللهم اني اعتذر اليك مما صنع هؤلاء يعني الصحابة او يعني اصحابه بعض وابرأ اليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين قال سعد يا رسول الله والله لقد رايته وما استطيع ما يصنع او كما قال اخذ يضرب هام المشركين قال يا سعد والله اني لا اجد ريح الجنة دون احد يعني قبل احد فقاتل حتى قتل قالوا فما عرفته قال انس بن مالك وهو يحكي عن عمه انس بن النضر قال والله ما عرفه الا اخته بطرف بنانه وجدوا به بضعا وثمانين طعنه او رميه او سهما الى غير ذلك مما اصيب به واخر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ارايت ان قتلت اين اكون قال في الجنه او قال اين اذهب قال الجنه قال بخ بخ قال ما حملك على قول بخ بخ قال انها لحياه طويله وكان بيده تمرات القى بها مع جوعه وقتاله وما هم فيه من الابتلاء ثم اقبل يقاتل حتى قتل وطعن رجل عبد الله بن عمرو بن عمرو بن حرام وهو والد جابر طعنه رجل من خلفه فامسك الحربه من امامه وقال الجنه الجنه فزت ورب الكعبه اني لا اجد ريحها فقال الرجل يقتل هذا فيدخل الجنه اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله كانوا يقبلون على الاخره ويزهدون في الدنيا ويرجون ما عند الله تعالى اشترى جابر بن عبد الله رضي الله عنه طعاماً بدرهمين فمر بعمر بن الخطاب فقال ما هذا يا جابر قال طعام اشتريته بدرهمين قال أوكلما اشْتَهَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا اشْتَرَاهُ او كلما اشتهى احدكم شيئا اشتراه اما سمعت قول الله تعالى اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها كانوا زاهدين في الدنيا لذلك بنى عبد الله بن عمر هو وامه جدارا فمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما فقال ما هذا يا ابن عمر قال جدار لنا يا رسول الله نصلحه قال الامر اعجل من ذلك الامر اعجل من ذلك ولذلك الواجب على العبد ان يقبل على الله وان لا يمل من عباده ربه فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب اساله سبحانه وتعالى ان يبصرنا من عمى وان يكشف عنا الغفله وان يكشف عنا الغفله وان يردنا اليه ردا جميلا ان ربي على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. بعض الناس لا ينفق الا اذا كثر ماله وبعض الناس لا ينفق الا اذا وجد فقيرا وبعض الناس لا ينفق الا اذا الح عليه الفقير ولكن الموفق الذي يبحث عن مواضع الانفاق فينفق اذا غفل الناس عن اليتامى فهو اسرع ما يكون اليهم يتفقد جيرانه ينفق قال النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات يا نساء المسلمات لا تحقرن جاره لجارتها ولو لو فرسنا شات و لو فرسنا شات يعني ولو ارجل الدابه أو أرجل الشاة إذا أدخلها العبد في التنور وفي الإناء وصنع طعاما فإن المرأة مأمورة بالتصدق ولو من هذا الطعام الذي صنع بأرجل كبش أو شاة ولذلك يتصدق العبد والصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي من روايه معاذ رضي الله عنه وهو في صحيح الجامع ايضا والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار وصلاه الرجل في جوف الليل وهذه الصدقات اذا قام بها العبد فربما يدعو له ذلك المتصدق عليه فيقبل الله دعوته فيفوز فوزا لا يشقى بعده ابدا ولذلك تلمسوا مواضع الانفاق ولينفق كل واحد منا ومنكم ولو باليسير ولو باليسير فان الله تعالى يتقبل فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ كظم الغيظ أك اكثر المشاكل والخصومات والمعضلات حلها في كظم الغيظ في الصبر في التحمل اذا عود العبد نفسه على كظم الغيظ فانه يغيظ عدوه ويصلح اهله ويصلح الله له شانه وإذا لم يكظم غيظه فإنه يخسر أهله وأصحابه وتجارته وكل شيء وكل شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود وفي سنن الترمذي وفي سنن ابن ماجة وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور أيهن شاء أو حتى يخيره أي الحور شاء يزوجه الله تعالى من الحور العين من أجمل الحور العين إذا كظم غيظه في الدنيا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس جاء في مسند الإمام أحمد والحديث أصله في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا اذا عفا فان البعض يظن انه سيذل بهذا العفو قال ما نقصت صدقه من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه الله والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة وهذه آخر صفاتهم أو ظلموا أنفسهم وقعوا في الجرائم أو وقعوا في الصغائر وما منا من أحد إلا ويبتلى ويذنب والآن الذنوب صارت قليل من ينجو منها عم شرها وزادت البلوى والناس كل يوم إلا من رحم الله في ابتعاد عن الله تعالى وفي إقبال وانكباب على ما يرضي الشياطين شياطين الانس والجن ولكن الموفق الذي يتيقظ والذي يحاسب نفسه والذي يرجع الى سيده ومولاه والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فاستغفروا لذنوبهم الاستغفار والتوبه ومن يغفر الذنوب إلا الله لا يغفر الذنوب إلا الله، وهذا رد على الصوفية الذين يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يمحو الذنوب حتى جاء في قصائدهم أحمد يا حبيبي سلام عليك يا مسكي وطيبي سلام عليك يا كاشف الكروب سلام عليك يا ماحي الذنوب سلام عليك مدح وغلو يغضب النبي صلى الله عليه وسلم ويغضب الله تعالى لا يكشف الكروب الا الله لا يكشف الكرب الا الله لا المشايخ ولا الاولياء ولا الاموات ولا اصحاب القباب واتخذوا من دونه الهه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ولا يغفر الذنوب إلا الله يا ماحي الذنوب سلام عليك قال ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الإصرار على الذنب قال شيخ الإسلام أو تلميذه هو تلميذ شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله قال وإذا تكرر الذنب بعد التوبة فهذا فيه دليل أن أصل الذنب في القلب ما زال موجودا إذا تاب العبد من إطلاق البصر ثم جاء فوقع في البصر الحرام إذا تاب من مشاهدة المسلسلات ثم جاء فوقع إذا تاب من شرب الخمر ثم جاء فوقع دل على أن أصل المرض ما زال في القلب ولذلك قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون قال مجاهد يعلمون ان من تاب تاب الله عليه اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين اساله سبحانه ان يغفر لنا ذنوبنا وان يدخلنا جناته وان يتجاوز عنا اجمعين وان يرحمنا واياكم هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله